شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم حفل تخريج دورة الصاعقة التأسيسية 24، وذلك بحضور كل من محافظ المحافظة الجنوبية، المفتش العام، وكيل وزارة الداخلية، ورئيس الأمن العام. كما حضر الحفل المدير العام لقوات الدرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وقد أعرب معالي الوزير عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء على الدعم والمساندة التي تلقاها جميع قطاعات وزارة الداخلية للنهوض بواجباتها في حفظ أمن واستقرار الوطن وإشاعة الطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين، منوها إلى أن هذا الدعم يزيد من قدرة وفاعلية الأداء الشرطي. وأشاد معالي وزير الداخلية بأداء وكفاءة رجال الأمن وما يتمتعون به من انضباط ومسؤولية في ظل أدائهم المهني المرتبط بتطبيق القانون، مجددا اعتزازه وفخره بما يبذلونه من جهد في سبيل أداء الواجب وما يقدمونه من خدمة للوطن وحفاظا على أمنه واستقراره. وخلال الحفل هنأ معاليها الخريجين على اجتياز هذه الدورة، مذكرا إياهم بأن المسؤولية الأمنية تعتبر واجبا وطنيا لأنها تعنى بحماية أرواح الناس وصون الممتلكات، وهو ما يتطلب التفاني والإخلاص في الجاهزية والاستعداد لأداء الواجب. وقد ألقى قائد قوة الأمن الخاصة كلمة أشاد فيها بالتوجيهات والدعم المستمر الذي تلقاه القوة من معالي وزير الداخلية، بما من شأنه زيادة كفاءتها وجاهزيتها للعمل في كل الظروف، موضحا أن جهود قوة الأمن الخاصة قد أتت ثمارها من حيث التطوير والتدريب والجاهزية. بعد ذلك قدم خريج الدورة عددا من المهارات العملية التي أظهرت كفاءتهم العالية، مجسدين مستوى التدريب الذي تلقوه وما وصلوا إليه من جاهزية عالية واستعداد لأداء الواجبات. كما شهد معالي وزير الداخلية جانبا من التدريبات الميدانية للقوة الخاصة. وفي ختام الحفل قام معالي الوزير بتكريم أوائل المشاركين في الدورة، مشيدا بالنتائج الطيبة التي حققها الخريجون بما ينعكس على أدائهم في تعزيز الأمن وتوطيد دعائمه في المملكة، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود المخلصة ومتمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن وترسيخ أمنه واستقراره.